متابعينا الكرام، متابعينا كبير من جيس كل مكان، اهلا وسهلا بكم في بث مباشر جديد. معاكم اسماء اسماعيل من اسكندريه. طبعا خلينا متفقين ان يعني الحب ما بيعرفش صغير ولا كبير هنا في محافظه الاسكندريه او على كورنيش اسكندريه. طبعا اللي حضراتكم شفتوه معانا دلوقتي ده اكبر عاشقين او اكبر حبيبين على كورنيش اسكندريه، زي ما حضراتكم شايفين منظر، يعني منظر حلو، جنبهم ورد وقدامهم البحر وفوقيهم السماء، اجواء يعني جميله جدا وبسيطه جدا وهاديه جدا بننقلها لحضراتكم من كورنيش اسكندريه. مش بس الكبير والصغير هو اللي بيحب ده، كمان القطه قاعده جنب فازه الورد زي ما حضراتكم شايفين. الاجواء هنا جميله ازاي. وخليني اقول لحضراتكم ان يعني ملتقى الحب والجمال هنا في عروس البحر الابيض المتوسط محافظة اسكندرية هنا على الكورنيش. زي ما حضراتكم شايفين الاجواء هنا في عروس البحر الابيض المتوسط على كورنيش اسكندرية من اجمل الاجواء، بنرصدها وبنتابعها مع حضراتكم. زي ما بقول دايما اسكندرية ملتقى الحب والجمال، يعني اللي احنا شايفينه ده من اجمل الاجواء اللي ممكن نشوفها. اجواء النهاردة جو اسكندرية مشمس، ويعني مش هتكلم، حضراتكم شايفين الصورة امام حضراتكم، اجواء حلوه جدا بنشوفها وبنرصدها مع حضراتكم. كورنيش اسكندريه مليء بثوار ومليء بالاسكندرانيه. على اسكندرية عروس البحر الابيض المتوسط يعني النهاردة بتشهد اجواء هادية، اجواء طبعا مشمسة، مفيش صقيع، في جو دافي، في اجواء حب على كورنيش اسكندرية، وفي ورد، وفي اجواء يعني مش بنشوفها كتير، ولكن معروف عنها لو عاوز تشوف اجواء زي دي تعالى هنا محافظة الاسكندرية. Thank you.
زي ما حضراتكم شايفين الاجواء عامله ازاي، بنرصدها لحضراتكم من خلال منصه ابو كبير ميديا. اجواء الحب والعيش هنا على الكورنيش مش بس حب الحبيبه، حب الاسر والاطفال والكبار، الكل هنا متواجد على الكورنيش بيستمتع باجواء حلوه جدا. يمكن يعني زي ما بيقولوا هدوء ما قبل العاصفه، حتى الان لم تشهد محافظه الاسكندريه امطار، ولكن تقريبا في غيوم وهيكون في امطار. بنتمنى الجو يفضل هادي كده عشان خاطر الحب اللي احنا شايفينه والجمال اللي احنا شايفينه هنا في محافظة الإسكندرية. يعني زي ما احنا شايفين الحب والحبيبة هنا على الكورنيش من أجمل الأجواء اللي بتشهدها عروس البحر الأبيض المتوسط. متابعينا الكرام وحبايب ابو كبير ميديا في كل مكان، بشكركم وكنت معكم اسماء اسماعيل، والى اللقاء.